للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أكبر جلال، استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير، الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية في مجمع السلمانية الطبي. نرحب بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة، وفي ظل الحديث عن جهودكم المقدرة في مجمع السلمانية الطبي، دعنا نتحدث عن أهدافكم المستقبلية فيما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات في مختلف الأقسام. اهلا وسهلا. في البدايه نشكركم على الاستضافه وابرازكم لهذه الانجازات التي تقوم فيها المستشفيات الحكوميه والدعم اللي يحظى فيه القطاع الصحي من الحكومه الموقره. طبعا هذا الانجاز الاخير والرقم اللي وصلنا له هو انجاز اكثر من 26 ألف فحص اشعه كافه انواعها في شهر اغسطس، وهذا ترجمه واقعيه للخدمات المقدمه واللي تتماشى مع رؤية واستراتيجية المستشفيات الحكومية والمجلس الأمناء المستشفيات الحكومية، واللي تهدف بشكل رئيسي بتقديم أفضل خدمة وتقليص المواعيد في هذه المنظومة الصحية الكبيرة اللي تخدم المواطنين والمقيمين الوافدين. نعم دكتور، يعني ما هي الخطط الاستراتيجية التي تعملون عليها لاستمرار آلية العمل بنفس الوتيرة وتطويرها أيضا؟ طبعا لا أخفي عليكم بأننا في المستشفيات الحكومية نقوم بتطوير الخدمات بجميع مؤسساتنا لا سيما بمجمع السلمانية الطبي. طبعا سياسة التخطيط الاستراتيجي جزء لا يتجزأ من عملية التطوير في المستشفيات الحكومية وخدمة المراجعين. على مستوى مجمع السلمانية الطبي يتم تحديد الأهداف الرئيسية، ويتم بعد ذلك ترجمة هذه الأهداف على خطة عمل، ويتم فيها تحديد مهام واضحة وتوظيفها بحسب الحاجة للمراجعين من جهة، ومن جهة أخرى تواجد الطاقة البشرية والتخصصات المتوفرة عندنا. ويقوم الفريق المسؤول في تقديم الخدمات الأشعة بمراجعة جميع الملاحظات بشكل يومي، ويتم بعد ذلك تصنيفها حسب المواعيد وعلى حسب الأولوية من حيث أهمية الحالات هذه وتصنيفها، وبالتالي يتم التنفيذ في الحالات في الأشعة وبجميع الأقسام. نعم الدكتور أكبر جلال، استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير، الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية في مجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.